انتين تشتغلون بقضية وهاي القضية تعرفونها ما راح توقف، يعني انتم ناس برلمانيين، البرلماني من يريد يطرح قضية يعرفها وين توصل ووين تروح. ويؤسفني اتناقش على مسألة الانتفاضة الشعبانية اللي اسقط صدام حسين اليوم اطلب حقه. هاي مشكلة. البرلماني من يريد يطرح شغلة يعرف وين راح يوصل وين راح المشكلة تصير. لازم انه البرلماني من يروح يعرف وين القانونيات ووين انه وين راح يرجع القانون. نسمع بان الحكومة ما قبلت بهذا القانون. كل واحد يسأل نفسه من الحكومة؟ الحكومة مو نفس السيد المالكي فقط، لا، الحكومة كل الأحزاب الموجودة، السيد المالكي عنده وزيرين، والأحزاب التيار والفضيلة وغيرها كلها موجودين، ليش ما تحركوا على الأحزاب نفسها حتى تقبلها بالتصويت مع المالكي حتى يكون القرار للانتفاضة الشعبانية؟ الانتفاضة الشعبانية اليوم طلع صوتها، صحيح نشكر الشيخ الهنداوي، تعب ويانا كل زين، بس من مجرد أهرب حكى كانوا نايمين، واليوم صحوا. انتم حقكم بتكاتفكم، حقكم بانه انتم تنبون القانون. الشيخ الهنداوي غير قادر وحده، اذا ما موجودين انتم وانا وغيره وغيره. الموجودين ضاعوا في حقوقكم، حتى احنا ما نريد نقول فلان وفلان، قامت من الناجح الاميري وقام الشيخ المشكور وغيرهم وغيرهم. لازم احنا نطالب بحقنا، احنا نطالب بحقنا. اذا كان السيد الصابع عنده قرار فاحنا نقراه. شنو هذا القرار؟ هل يوالم مع هالربحة؟ إذا كان يوالم مع الانتفاضة الشعبانية فنقول له نعم، وإذا كان ضد الانتفاضة الشعبانية نقول له لا. ولكن نطلب من الإخوان البرلمانيين، من الإخوان البرلمانيين هم اللي ضغطون على الحكومة، مو إحنا اللي نضغط على الحكومة، لأن إحنا الذي إحنا وضعنا البرلمان، إحنا سوينا هاي الحكومة، إحنا سوينا التغيير، إحنا سقطنا صدام حسين، وإحنا آخر الناس. اخر الناس اليوم الحقوق، نطالب بحقوق الانتفاضه الشعبانيه. خجل والله، اخجل من اقول اطلب حقوق الانتفاضه الشعبانيه. الانتفاضه الشعبانيه لازم اول حق الى الانتفاضه الشعبانيه. علم واليوم يقولون مع الاهوار، مع كل احترامي ركوعا بعد الله الى اهل الاهوار، ولكن نريد نحمل اسم موجود، هويتنا موجوده، حتى لو يكون مو سجن على السياسي، هويتنا لازم تكون موجوده. الانتفاضه الشعبانيه 91، بس مع الاسف رفعنا وقمنا بشعار لا اله الا الله، ونريد حاكم جعفري. وين الحاكم الجعفري؟ اليوم حاكم الجعفري مع كل احترامهم هم لازم يحطون ايد بايد، هم لازم يتفقون على حقوق هذه الانتفاضه الشعبانيه، وليس المنتفضين الغير قادرين على معيشتهم اليوميه. على محمد وعلي محمد. الله حجي بس تفضل عندك راي مداخله. مشوها خلوها للاهواء. شنو هذا؟ أبو الفضيلة يسمع المالك، أبو المجلس الأعلاي يسمع المالك، يسمع المالك، هذا واحد. ليش ما قدر يمرر قانون البنى التحتية وصار لها من 2008؟ يا أخي الشيخ لا لا سؤال 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 باسمك، وصلت رسالة أنا واحد من الناس بأنه رسالة توجه للسيد المالكي، ورد على هذه الرسالة الموجودة، قال لك يا شيخنا العزيز بالضبط، يا شيخنا الجليل، بأنه نتعاون مع بعض تحت اي عنوان نعطي حقوق رفعها. اذا كانت هذه انا ما نقلت من عندك شخصيا، نقلت من اهل السماوي. اذا كان هذا صحيح والعلاقه انه الرساله من عندك الى المالكي، فيكون انت اتصالك بالمالكي اذا كان رافض هذه العمليه، يعني اليوم بالشارع الواصل للشارع هو الكلام امامكم بانه هو العارض الوحيد هو المالكي والصافي. مستحيل المالكي الصافي صار حسب مقابلتنا احنا ويا رجل يقول اذا انا غير انطي حقوقكم فانا استقيل. فاحنا اذا ما نريد حقوقنا، اذا مشروع خير ناجح واحنا ما نريده، فنطلب استقالة الصاحب. اسمع اشتغل هاي مقابلتنا احنا قبل خمس